عودة لكم جديد مشاهدينا الكرام، ورحب بضيف الجزء الثاني من هذه الحلقة الوزير والنائب الأسبق دكتور علي الأمير. حياك الله أبو عاصم. الله يحييك ويعني بعد غيبة إن شاء الله نشوفك مرة ثانية. بارك الله فيك. في وسائل الإعلام أبو عاصم، بداية يعني استفيد اليوم من خبرتك البرلمانية والوزارية السابقة. بداية يعني عفو سامي صدر من سمو الأمير استكمالا لعفو سابق، باعتقادك أبو عاصم العفو هذا أثر على الحالة السياسية اللي موجودة عندنا ولا لا، ولا أن الحالة والتأزيم السياسي ما هو مرتبط بعفو أو غيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أشكرك أخوي بحسين على هالاستضافة. حياك الله. وأن نظهر للمشاهدين خلال هالفترة هذه الحقيقة الحرجة من حياتنا السياسية، ولا شك بأن يعني موضوع العفو هو عفو كريم من صاحب السمو حفظه الله ورعاه، استخداما لصلاحياته الدستورية، ولا شك بأن يعني نبارك لمن عفي عنهم وأسرهم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم أيضا في المرحلة القادمة للعطاء والبذل لهذا المجتمع وهذا الوطن. لكن من المؤكد بأن الناظر إلى الحياة السياسية يرى بأن التأزيم لم يهدأ، وهذا ما كان يتمناه موضوع يعني مجلس الوزراء عندما أصدر صاحب السمو مرسوم العفو، علق في ديباجة المرسوم بأن يعني نأمل بأن هذا الأمر يعود بالحياة السياسية إلى الاستقرار والتفاهم بين السلطتين. لكن الواضح أن حتى بعد صدور المرسوم واللي نشاهد اليوم بأن إحنا مقبلين على نوع من عدم التفاهم بين السلطتين، والمؤشرات كلها تدل على أن الحكومة متمسكة برأيها بعدم حضور الجلسات إلا بعد سحب بعض القوانين من جدول الأعمال، والنواب نقول بمجملهم مصرين على إمضاء بعض القوانين اللي ليس عليها تفاهم. فالشاهد بأن يعني موضوع العفو وإن مضى وإن يعني الحقيقة تم، لكن في هناك أمور عالقة تعثر مسيرة الحياة السياسية، ما لم تزال ولا ما لم تحل سيكون عدم التفاهم هو سيد الموقف. الصراع السياسي بين الأقطاب لا يزال موجود؟ الصراع السياسي بين الأقطاب أتوقع يعني من بداية المجلس لربما خفت وضعف الحقيقة، ولم نرى هناك صراع أقطاب ظاهر، وإنما قد يكون هناك نوع من على الأقل التسابق بين بعض الكتل البرلمانية على تقديم بعض الاقتراحات، أو بعضهم لا يؤيد اقتراحات البعض، لكن ليس هناك صراع بمفهوم الصراع. اليوم المواجهة بين المجلس والحكومة هذا الحقيقة هو الذي يتسيد المشهد السياسي، بأن هناك خلاف بين المجلس والحكومة وليس بين أقطاب المجلس. الحكومة بعصر يعني لما يعني الخطاب السامي اللي تلا سمو الولي إنه ما في تدخل في الانتخابات، وفي الرئاسة أيضا في عملية التصويت في الرئاسة وفي لجان المجلس، رغم أن الوزير هو نائب أو عضو في البرلمان، لكن التزمت في الحكومة والحكومة انسحبت في قضية التصويتات سواء كان في الرئيس نائب الرئيس مكتب المجلس غيره من اللجان، تركت الخيار لمجلس الأمة. هذا ليش ما ساهم في أن يصير يعني نوع من التعاون أكثر من الموجود؟ والله ليش وصلت علاقة بالشكل؟ نعم يعني سؤالك الحقيقة في مكانه، بل أن الأمر يعني تعدى هذا الشيء، أن الحكومة قبلت أول استجواب لوزير الأشغال. نعم. الدكتور أماني، ويعني الحقيقة نوقش الاستجواب وتم وفق الدستور واللائحة، ولذلك أنا أعتقد أن الحكومة يعني في البدايات خلينا نقول أدت ما عليها. لكن المشكلة اليوم أن في موضوعين هما اللي أزمون العلاقة. نعم. الموضوع الأول هو القوانين المدرجة على جدول الأعمال. نعم. والحكومة تطالب بإزالتها، والموضوع الثاني أنا ما أدري ليش بعد الحكومة يعني تطالب بإزالة هذا الموضوع، اللي هو الاستجوابات المقدمة للوزيرين، وزير المالية ووزير الدولة يشو مجلس الوزراء. نعم. المطالب حقيقة هذه يعني سابقة أن الحكومة ما تحضر إلا بعد إزالة الاستجوابات من جدول الأعمال. شوف الحكومة مخطئة في أن ما تحضر إلا بإزالة الاستجوابات. طبيعي يعني الاستجواب إما يكون غير دستوري، وبالتالي تعلن الحكومة بأن هذه الاستجوابات غير دستورية ولا تناقشها، أو أنها استجوابات دستورية وملزمة الحكومة بالتصدي لها ومواجهتها. فالحكومة إعلانها أنه والله طبعا على كل حال إلى الآن المعلن من الحكومة بأن القوانين الموجودة على جدول الأعمال يجب أن تزال. نعم. لكن الخبر الثاني اللي اليوم يعني وغدا ينشر في بعض الصحف بأن الحكومة أيضا تطالب بسحب الاستجوابات. فإذا يعني صدق هذا الخبر، أنا أعتقد أن الحكومة اليوم يعني متعسفة في أنها لا تواجه الاستجوابات، وخاصة أنها واجهت استجواب سابق لوزير الأشغال. يبقى الموضوع الثاني اللي هو سحب
بعض الاقتراحات بقوانين من جدول الأعمال، يعني الحكومة عندها مخرج آخر بأن قبل إدراجه على جدول الأعمال، وين لجنة الأولويات اللي يفترض أنها تجتمع مع الحكومة وتتفاهم معها على جدول الأعمال قبل حتى صياغته، ثم بعد ذلك عندما يصلها قبل 48 ساعة من عقد الجلسة رئيس المجلس ينشر ويوزع الجدول الأعمال قبل 48 ساعة. نعم. فيفترض وقت استلام الحكومة لجدول الأعمال إن كان فيه شيء قبل حتى حضور الجلسة اللي تعلن فيها عدم موافقتها على جدول الأعمال، هنا تأتي وتثبت رأيها بأن جدول الأعمال قد احتوى أشياء لم يتم الاتفاق عليها، أو أنها افتقرت إلى رأي الحكومة كما تقول الحكومة الآن بأن لم يسجل رأي الحكومة في تقرير اللجنة المالية. زين بعاصم، الحكومة اليوم في 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 الجلسة الماضية تصرفها بحضور بوزيرين وبالانسحاب، كان تكتيك صحيح ولا لك تحفظات عليه؟ لا أكيد في تحفظ عليه، طالما أن حضرت الحكومة وهي قد استلمت جدول الأعمال، وصلها جدول الأعمال وفيه الاقتراحات بقوانين موجودة على جدول الأعمال، نعم، ثم بعد ذلك حضرت الحكومة، لكن واضح بأنها لم تكن على استعداد بأنها تناقش ما ورد في جدول الأعمال، خاصة في موضوع يعني شراء فوائد الديون وغيرها، أن وزير مالية مو موجود، اللي وجد يعني الأخ الدكتور بدر الملا نائب رئيس الوزراء وزير النفط، والأخ عمار العجمي وزير الإسكان، نعم، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وكلاهما غير يعني مختص في موضوع ما وضع على جدول الأعمال من يعني اقتراحات تتعلق في الأمور المالية، ولذلك الحكومة كانت يعني كأنها ما أخذ رأيها مسبقا بأنها لا تحضر من أجل المناقشة، تحضر من أجل استبعاد ما وجد على جدول الأعمال، ثم أن إذا رأي الحكومة غير مثبت بالتقرير، وهذا مطلوب وفق اللائحة، لا بد أن يثبت رأي الحكومة في اللجنة يكون، نعم، هذا عندما يناقش الاقتراح في اللجنة يثبت رأي الحكومة، فإذا كان اعتراض الحكومة بعدم تثبيت رأيها يناقش الموضوع وتثبت الحكومة هذا الرأي وتوضحه وتفند أيضا تقرير اللجنة المالية بأن التقرير ناقص لأنه لم يحتوي رأيها، لكن اللي حصل هو الحقيقة يعني انسحاب يعني من الحكومة وعدم قبول مناقشة هذه التقارير. الانسحاب عزز موقف الحكومة في رفض شراء المديونيات ولا رد عليها بشكل سلبي؟ أنا أعتقد أن الحكومة تستطيع أنها تثبت رأيها في رفضها لشراء المديونيات، وعندها وفق الدستور طبيعي خطوات ومراحل أخرى، حتى لو صوت المجلس في مداولة أولى ثم بعد ذلك أرجأ المداولة الثانية، أو صوت بمداولتين ثم رفع إلى الحكومة، تستطيع أنها ترده بمرسوم، كل هذه مراحل وأدوات تمتلكها الحكومة، لكن تجنبت كل هذه الأدوات وذهبت إلى الانسحاب المبكر. الموضوع شراء القروض أو شراء الفوائد كان موجود في مجالس سابقة عديدة، يعني كان المجلس كان يعرض هذا الموضوع، تعتقد أن هذا القانون يستوجب يعني أو يؤدي إلى هذا الخلاف؟ لا والله الحقيقة الموضوع ما يعني ما يحتمل كل هذا، يعني تأزيم بين السلطتين، ومثل ما تفضلت هذا الموضوع طرح أول مرة يمكن مجلس 2003، نعم، ومن الأخ الدكتور ضيف الله برامي، نعم، تبنى الموضوع، نعم، ذاك ومن ذاك الوقت وهو يطرح في كل مجلس، وفي بعض المجالس صوت عليه وذهب إلى الحكومة ثم ردت يعني ردت الحكومة، فشاهد بأن يعني الموضوع ما المفروض يأخذ هذا المنحة، خاصة أن المعلومات اللي فيه متضاربة جدا، يعني اليوم مقرر اللجنة مثلا الأخ صالح عاشور يقول أن كلفته 1,400,000، نعم، بعض النواب يرى أن كلفته 1,700,000، الحكومة ترى بأن كلفته 14.6 مليار، وبعض النواب يؤيدها في هذا الرقم، كل هذه المعلومات المتضاربة المفروض أنها تحل قبل عرضها على المجلس وقبل التصويت عليه. يقول لك أن الحكومة ما كانت تقدم بيانات يعني ومكتوبة وواضحة في اللجنة، هذا أحد الحمد لله اليوم اللجان فيها مضابط بحسين، واللجان يعني فيها نوع من يعني الأعضاء اللي ممكن يثبتون هذا الأمر على الحكومة إن لم تقدم مثل هذه البيانات، لكن أنا أتصور أن البيانات تجاوزت اللجنة إلى الإعلام، يعني كان في تصريح لوزير المالية، كان في تصريح لبعض الأعضاء المؤيدين أو غير مؤيدين للاقتراح، ونشروا بعض هالمعلومات، فلذلك كان أعتقد أن الموضوع يعني كتمان المعلومات ليس في صالح الحكومة أنها تكتم، بالعكس الحكومة عندها حجة قوية، نعم، بأن هذا لا يتسم بالعدالة وبأن كلفته مثلا باهظة، إن كان كلامها صحيح وإن كان فاهم عدل ما تم تقديمه من اقتراحات، لأن مقدمو الاقتراحات
يقول بأن كلفتها أقل من ذلك بكثير، لا يتجاوز المليار و400 مليون أو المليار و700 مليون، وأيا كان يعني حتى هذا الرقم يجب أن يفند، ويجب أن يعني نعرف مغزى وفائدة طرح مثل هذا القانون في هذا المجلس. ولذلك اليوم يعني وللأسف في يعني عدم تواصل جيد، عدم تعاون جيد بين الحكومة والمجلس، أدت إلى ما نحن فيه اليوم من عدم استقرار وعدم حضور للحكومة في جلسات المجلس. الرئيس اللجنة المالية شعيب الموزري أعلن اللجنة المالية مستعدة لسحب شراء القروض بمقابل أن تتعهد الحكومة بأن تقدم على زيادات الموظفين المتقاعدين المساعدات الاجتماعية فوائد الاستبدال. هذا تشوفه باب جيد، مخرج جيد للحكومة لإعادة التعاون مرة ثانية، إعادة التواصل لانعقاد الجلسات، أما تشوفه نوع من الحكومة قد ترى أنه نوع من الفرض عليه وما تقبله؟ تكون أي نائب، أيضا أي نائب وزير سابق كنت في فترة سابقة. نعم حسين، والله الحقيقة يعني أنا أقدر يعني جزاه الله خير الأخ شعيب هالمنحة، هذا أن الرجل يبحث عن بدائل على الأقل تسحب يمكن فتيل الأزمة بين السلطتين. لكن للأمانة يعني اليوم احنا نتعامل بالدستور ولائحة. نعم. ليس في الدستور وليس في اللائحة الداخلية ما يفيد بأن على الحكومة أن تتعهد، هذا الكلام مو صحيح. ما في شيء لا في الدستور ولا في اللائحة أن النائب أو المجلس بكبره بضمته أن يشترط على الحكومة أنها تتعهد بأشياء، ما في شيء من هذا القبيل. ولذلك أخوي شعيب يعني بإمكانه أن يعني يأتي بمدخل آخر، أن يستصدر اقتراح برقبة أو اقتراح بقرار، وهذا وفق المواد يعني الموجودة اللي أذكرها 117 إلى 120 التي تمكن مجلس الأمة من إصدار قرار يلزم الحكومة خلال 3 شهور بأنها تقدم حلا لقضية معينة يريدها المجلس. يعني تشوف أن المجلس بدال لا يكون مقترح النائب شعيب الموزري بتعهد الحكومة، لا يكون بقرار أن تلزم الحكومة بتقديمه. بالضبط، يعني هذا المخرج أو لائحة على الأقل. نعم. إذا كان يريد أن يلزم الحكومة بشيء، سواء اللجنة تقدم هذا الاقتراح أو 5 نواب يقدمون ويستصدرون قرار من المجلس، وهذا معمول فيه وسبق كثيرا ما تم إصدار قرارات سواء برقبة أو بقرار، ثم بعد ذلك يأتي المجلس وفق المدة المحددة ويناقش الموضوع الذي يراد نقاشه. أوكي. لكن طلب الحكومة بتعهد هذا لا يخدم لا دستور ولا تخدم لائحة. فأنت تشوف أن لا، لازم يكون في قرار رغبة أفضل من أن الحكومة تلزم بتعهد لأن غير لائحة، تتجه إلى لائحة أفضل. ما في، وكان في يمكن بعض السوابق البرلمانية بأن يقف مثلا رئيس اللجنة خلال مناقشة موضوع معين ويطلب تعهدا من الحكومة، فأحيانا يقف الوزير ويأخذ منحى آخر في الكلام في موضوع التعهد هذا. لكن أن الحكومة تتعهد المجلس بأنها تحل مشكلة أو قضية من غير سلوك مواد اللائحة، أعتقد بأن هذا يعني راح يجعل أمورنا لا تسير وفق اللائحة بشكل صحيح. بخبرتك البرلمانية تعتقد أن الحكومة ستحضر الجلسة الجاية ولا لا؟ صحيح أن الأمور مبهمة إلى الآن، ما في وضوح رؤية، لكن أكيد يعني والله إذا تم الاتفاق على الأقل بين يعني للأسف كان في لقاء بين يعني رئيس الوزراء وبعض الوزراء مع مكتب المجلس ومع الأخوة النواب، وكان في تفاهم على الأقل على كثير يمكن من الأمور. اليوم إذا عدنا إلى التذكير بهذا الاجتماع وإلى التفاهم بين السلطتين حتى ولو برأسيهما، يعني الأخ الفاضل أبو عبد العزيز أحمد السعدون رئيس المجلس، وأيضا الأخ الفاضل يعني سمو رئيس مجلس الوزراء، يكون في نوع على الأقل من التفاهم في جدول الأعمال ذاته، بأن يعدل جدول الأعمال، بأن تسحب بعض البنود الموجودة على جدول الأعمال، ويأتي مكتب المجلس ويملك هذه الصلاحية مكتب المجلس بأن يعدل جدول الأعمال وفقا لما تتطلبه يعني الحياة السياسية والتعاون مع الحكومة. فإذا أزيلت بعض الاقتراحات بقوانين من خلال مكتب المجلس على جدول الأعمال، ثم بعد ذلك يعني يعدل ويرسل مرة أخرى، أعتقد الحكومة ستحضر إن لم تتمسك في الناحية الثانية اللي هي سحب الاستجوابات، لأن سحب الاستجوابات يعني غير الحقيقة أيضا مطلب مو معقول إني ما أحضر إلا إذا سحبت
الاستجوابات. يعني ممكن إذا غير دستوري مثلا يزال من اللائحة. بالضبط، غير دستوري يأتي الوزير ويعني يثبت بأن أنا ما أصعد المنصة لأن استجواب غير دستوري. ويمكن في مرحلة من المراحل إذا تذكر، نعم، استجواب الأخ وزير المالية مصطفى الشمالي، نعم، لما كان في سلوك غير لائحي داخل الجلسة بضم، إذا تذكر الاستجوابات، نعم، كان في استجواب بين عبيد الوسمي وكان يرضم وكذا السحب سنة البراك، نعم، وكان سمو الشيخ جابر المبارك ذاك، نعم، الوقت انسحب اعتراضا بأن هذا ليس وفق اللائحة ما هو موجود. فلذلك أعتقد اليوم إذا يعني تم تعديل جدول الأعمال وبنفس الوقت قبل سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هذه الاستجوابات تناقش، بعد ذلك تحل المشكلة. زين، الوضع الحكومة الحالي مع مجلس الأمة، تعتقد إذا صعد عبد الوهاب الرشيد وزير المالية أو براك شيطان يتجاوزون الاستجواب أو ممكن لا؟ على كل حال أبو حسين، أنت يمكن تعرفني وتعرف يمكن حتى، نعم، توجه التجمع السلفي بشكل عام بأن طويل العمر بأن احنا لا نحكم على الاستجواب إلا بعد المناقشة، نعم، الحكم بعد المداولة. وكثير من الأخوة اللي راهن يمكن أن الأخت ما راح تقول موقف النواب في المجلس يعني، بس قال حاول نشوف يعني يتجاوزونه ولا لا. أنا ما يعني استجواب الأخ عبد الوهاب رشيد في بعض المحاور اللي تعرض لها الأخ نايف الحجرف، نعم، إذا تذكر وزير المالية، نعم، واليوم طال عمرك يتكلم الأخ مبارك الحجرف عن بعض المواد، بعض المحاور اللي فيه يمكنه 7 محاور، نعم، لكن يمكن في محورين أو 3 جايين بشكل مباشر حول هدر للمال العام سواء في الاستثمارات أو في التأمينات وفي بعض الإدارة لصندوق الأجيال القادمة. لا شك بأن هذه الأمور يعني إن تمكن الأخ عبد الوهاب الرشيد من يعني مواجهتها والإجابة عليها المفروض أن ينجو، لأن المجلس اليوم أبو حسين أتصور أن أغلب الأعضاء لا يتطلع إلى إفساد العلاقة بين المجلس والحكومة. أنا هذا تصوري بأن أغلب النواب يبحث عن مواطن الاتفاق أكثر من مواطن الاختلاف، لأن بالنسبة لهم مرحلة جديدة. هذا رأيكم في التجمع السلفي أيضا؟ بالضبط، نعم بالضبط. إحنا لا يمكن أن إحنا يعني نذهب إلى التأزيم طالما أن هناك حلول واقعية وحلول ممكن أن تؤدي إلى نوع من التهدئة ونوع من التعاون بين السلطتين. يبقى الأخ براك الشيطان أيضا عليه بعض يمكن المحاور الثلاثة اللي وجهتها الدكتور جنان، نعم، بعضها يتعلق بالرواتب الاستثنائية، بعضها يتعلق، لكن هل هذه قرارات مجلس وزراء يتحمل مسؤوليتها سمو رئيس مجلس الوزراء أم أنه هو الوزير المختص الذي يعني نقول راسل وخاطب وأخذ مثل هذا القرار نيابة عن سمو الرئيس؟ فيعني في شبهة دستورية تشوف؟ أنا أتصور أن الرواتب الاستثنائية على سوءها الحقيقة، لكن كوزير منفرد يتحمل مسؤوليتها في ظل وجود مجلس وزراء وافق عليها بالإجماع أو على الأقل عرضت على مجلس الوزراء، يفترض أن قرار مجلس الوزراء هذا. وأيضا تعيين القياديين، يعني المحور الثاني تعيين القياديين، من هم القياديين اللي تعنيهم الدكتورة جنان؟ هذا أيضا يناقش في الاستجواب ويرى مسؤوليته، مدى مسؤولية الأخ براك حول هذا الموضوع. يعني المحور الثالث اللي تكلمت عنه الأخت جنان ما أذكره الآن، لكن في محور ثالث أيضا توجه للوم الأخت جنان. أيضا في مؤتمر صحفي أشارت إلى أن الرواتب الاستثنائية ليست فقط هي التي سوف يناقش بالاستجواب، وإنما أمر يتعلق فيه في الأخ براك كوزير دولة يشمل مجلس الوزراء، أن كيف استفاد هو براتب استثنائي، كأنها تعني أمر آخر. أنا لا أدري حقيقة عن هذا التفصيل، إنه ممكن يوقع حق نفسه راتب استثنائي يعني. الله العالم، ما أدري شنو قصدها يعني في هذا الموضوع، والله العالم إن كانت دونته أيضا في الاستجواب، لأنه إذا ما دونته يفترض أنه لا يناقش أمر إلا إذا كان تم الإشارة إليه على الأقل في الاستجواب، نعم. فمثل هالأمور تحتاج إلى أن احنا نستمع إلى الاستجواب ومحاور الاستجواب، وأيضا ما هي الأمور التي ممكن أنها تدينه سواء وزير المالية أو وزير الدولة شو مجلس وزراء تدينه سياسيا، بحيث أنه يعني يكون الاستجواب مستحق وناجح، أو أنه يكون لا الاستجواب غير صحيح. هذا في حال إذا يعني حضرت الحكومة، نعم، هذا في حال ما طلب الوزراء التأجيل. زين، المجلس الحالي يعني هي بعد أحداث سياسية كانت جدا ساخنة، اعتصام نواب وجلسات ما كانت تعقد، البعض يعني يتكلم ممكن كان يعني انه يصير في نوع من التعاون اكثر، شو اللي اثر عليه؟
شو اللي خلاه يوقف كذي يعني؟ والله ابو حسين يعني المتابع لبدايات المجلس اللي تفضلت فيه بان هذا اليوم مجلس جديد وبعد خطاب سمو ولي العهد، ليس فقط الخطاب الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو وإنما خطابه الذي ألقاه عن نيابة عن صاحب السمو داخل المجلس في المجلس في الجلسة نفسها، جلسة الافتتاح كان خطاب، وكيف يعني أن يعني كان جواب حقيقة نقول دسم، بمعنى أن فيه من المواد وفيه من التوجيه ما يفترض ويتعين على السلطتين بالتعاون. أول يمكن مشكلة ضربته مشكلة الآن اللي هو جدول الأعمال وعدم حضور الحكومة وانسحابها، هذا سهل ترى فيه، إذا في إخلاص وفي جدية في التعاون سهل جدا أن يتم تلافيه يعني إزالة بعض القوانين من جدول الأعمال وإصدار قرار من المجلس يلزم الحكومة بتقديم بياناتها، ثم بعد ذلك يتم مناقشة الاقتراحات بقوانين في وقت يتم تدوين رأي الحكومة إذا لم يدون كما أشار الأخ عمار عجمي. فأنا أتصور أنه ما في شيء يدعو اليوم إلى التأزيم بين السلطتين، المفروض التعاون هو سيد الموقف، وخاصة مثل ما تفضلت اليوم كثير من الأمور اللي كانوا النواب يريدونها ليس فقط في طي الصفحة السياسية الماضية، وإنما حتى في موضوع العفو وما يتعلق فيه ومطالبة بعض النواب وجزاه الله خير يعني صاحب السمو إصداره لهذا العفو، يفترض أنه خلاص يعني يطوي الصفحة ويفتح صفحة جديدة من التعاون. من تلوم أكثر في الموقف الحالي وبعد تصريح نائب شعب الموزري؟ تشوف أن المجلس قاعد يحاول يسعى أن يتلافى الأزمة وبالتالي ممكن يستمر مع الحكومة، أم أن تشوف الحكومة لا يعني معانده؟ أنا أعتقد اللوم على الطرفين أبو حسين، يعني اليوم لا نلوم طرف ضد طرف، لأن المعلومات لا زالت حقيقة هي التي تحدد لك من الملام. فاليوم طال عمرك بالنسبة حق مجلس الأمة كمجلس يضع جدول أعمال ويضع اقتراح يعني تقارير لجان لا توجد فيها آراء للحكومة، هذا لا شك بأنه خطأ إن صح إن صحت طيب المعلومة التي ألقاها الأخ وزير الإسكان أن هذا التقرير جاء من غير رأي الحكومة ومن غير بيانات لم يتم تقديمه. بس أقول لك إن الحكومة ما كانت ترضى تعطينا رأيها، فبهذا اللي خلانا نروح. إذا الحكومة في اللجان مثلاً ما تعطي آراءها، المجلس بالحالة شو المطلوب منه؟ بالضبط. إذا هذه طال عمرك إذا كان فعلاً هذا سلوك الحكومة، فهذا سلوك غير صحيح، وهي الملامة، هي الملامة الحقيقة. إحنا لا نقول إن اليوم بس المجلس اللي يعني متسبب في الأزمة السياسية، أبداً. نوجه اللوم للاثنين كبداية الكلام، قلت لك يعني إن ما في تعاون، ولا ترى لو في تعاون هالأمور هذه سهل جدا أنها تحل. يعني رأي الحكومة وتدوينه في تقرير اللجنة المالية ماذا يحتاج غير أنك تدعو وزير المالية ويأتي ببياناته ويدون رأيه حتى لو مخالف لرأيك، لا ينتقص منه شيء، وبعدين الحكم للمجلس، هذا الأمر يعني مفروغ منه. فأنا لوم الطرفين صراحة، لا حكومة متجاوبة القدر الكافي في تزويد المجلس في البيارات، ولا المجلس أيضا يعني أنا أعتقد اليوم سهل نأجل، يا أخي نأجل الموضوع ما في مشكلة. كأن بعاصم النواب محرجين شعبيا يعني اليوم إذا يتم يعني إعادة هذا الموضوع. بعض النواب مو بس محرج شعبيا، بعض النواب اليوم يعاني من أن في هناك أطراف سياسية قاعدة تحاول ثير الرأي العام عليك كنوع انتقام سياسي، فمو قادر يتراجع مثلا أو محرج شعبيا. والله طول العمر أنا أعتقد المواطنين اليوم بشكل عام تتحقق لمصلحة ولو بعد حين أفضل من أن تظل الحياة السياسية رهن إما إبطال وإما حل وإما استقالة حكومة ولا يتحقق شيء تماما. يعني اليوم المواطن اللي يستفيد من هذه القوانين مستعد أنه ينتظر، ما في مشكلة أنه ينتظر في يعني مجال المواطن تشوفه يتقبل أنه ينتظر، أتصور يعني. نعم أفضل من يعني الوضع الآن أبو حسين، من الذي يتقبله؟ ومن الذي يرتضي بأن بعد هالفترة هذه الوجيزة يبطل المجلس ولا يحل ولا تستقيل الحكومة؟ معنى الإبطال هذا عند المحكمة، احنا لا نتكلم عنه اليوم. نعم. لكن من المؤكد بأن أغلب المواطنين الذين يستفيدون من هذه القوانين يبحثون عن حلول ولو تأخرت قليلا، ما في مشكلة. واعتقد أن أخونا يعني شعيب اليوم في طرحه أن الحكومة تتعهد، هو يبحث عن تأجيل لهذا الموضوع، يبحث عن مخرج ويبحث عن بدائل نفس الوقت، وهذا لا يزعج المواطن، لا يزعج هذا الشيء أن يتأخر هذا الموضوع
ويؤتى ببدائل. فبالتالي مو الحكومة لازم تتجاوب مع هذا التوجه، لازم، لكن وفق اللائحة والدستور، هذا اللي احنا نقوله. نعم، وفق اللائحة والدستور وليس وفق تعهدات. انا لو اني وزير في الحكومة ما انصح الحكومة بان تأتي وتتعهد المجلس ان هذا امر غير لائحي، ولا انصح ايضا لو كنت عضو، يمكن كان سارت وايضا نصحت الاخ شعيب بان ليس هذا هو المسلك الصحيح، ان نطلب من الحكومة تعهد، فالحكومة لن تستجيب لهذا الأمر لأنه غير لائحي. تبيها من المجلس يصدر قرار بأن الحكومة، نعم، تقدم، هذا سهل، هذا وفق تقدم رؤيته في القوانين، وفق الدستور وفق اللائحة، ومتاح في أغرب جلسة أن يقف رئيس اللجنة المالية ويطلب إصدار قرار، أو بعض الأعضاء يتقدمون بهذا الأمر ويصدر قرار من المجلس. بعاصم المجلس راح في تعديل لها داخلية، وكان قبل شوي رئيس اللجنة التشريعية مهند سعيد أنهم مستمرين في إجراء تعديلات على لائحة الداخلية، عدلت المادة 97 و98 ويتجه اليوم إلى إقرار على نية التصويت في الرئاسة. التعديل 97 و98 تشوفه جيد ولا لا؟ والتصويت في العلني للرئاسة وجهة نظرك فيهم؟ هو طال عمرك بالنسبة حق 97 و98 كانت القوانين تفلتر في اللجنة التشريعية من ناحية دستورية، من ناحية دستورية ومن ناحية قانونية، ثم تبعث إلى اللجان المختصة. ويمكن هذا قد يكون يعني نوع من تفادي الأخطاء اللي ممكن تتضمنها القوانين، نعم، مثل القانون الأخير مع ربات البيوت، ربات البيوت لما رجع، وأن يعني لم يصاغ صياغة يعني قانونية صحيحة بإسقاط بعض الكلمات يعني أو بعض المدلولات القانونية. نعم، لذلك أنا أعتقد أن اليوم يعني المجلس أنه يكون أكثر حيطة، طالما أنه أقر التعديل الآن وخلاص أصبح قانون، فلا بد أن يكون أكثر حيطة في موضوع يعني صياغة القوانين، لأن القانون سوف تكلف فيه اللجنة المختصة، نعم، ثم بعد ذلك يرفع على جدول الأعمال. أما يعني ما هم بصدد الآن حول علنية التصويت مادة 35، نعم، فهو أمر متاح مرد المجلس. ما تشوفه مضر؟ أنا ما أعتقد أنه مضر، يعني التصويت العلني ما تشوف النوع من الإحراج يصير للنائب، يعني ممكن يثير حزازات خاصة إذا صوت لفلان بالعلن وما صوت للشخص الآخر. يعني أبو حسين خلينا نكون صريحين، يعني إحنا اليوم قاعدين طال عمرك نصوت تصويتات علنية أهم من هذا بكثير، يعني نصوت تصويتات علنية تتعلق بقوانين سواء إسكانية تعليمية صحية، يكون التصويت علني فيها، نعم، وأحيانا التصويت نداء بالاسم ليس فقط برفع اليد، وهذه تكون متعلقة بقوانين وبأسر وبمستقبل أجيال نصوت عليها. فاليوم الإحراجات الجانبية يعني أمام ما إحنا بصدد اليوم، يعني كثير من الناس يقسم أيمان مغلظة إنه صوت حق فلان أو لم يصوت حق فلان، وبعدين تظهر الأعداد بغير الحسبة، نعم، حتى عند المواطنين أنفسهم، نعم، وهنا يعني الإصابة بالإحباط إنه شلون أعضاء مجلس أمة يبدأ قسمه بالإخلاص الوطن والأمير وأن يقسم هذا القسم الدستوري، وفي أول ممارسة تظهر الأعداد غير مطابقة للأقوال وغير مطابقة للشعارات، فبعضهم يكون حالف يعني أنه بيصوت فلذلك أنا أعتقد أنه ما في مشكلة عدل المادة هذه، وخل يعني إن كان في حتى لو طريقة معينة غير الكشف عن الاسم، يعني ما تكون سرية وتكون مثلا برفع اليد مثلا، بحيث أنه لا يعرف من صوت معه أو ضد، وإن كانت نداء بالاسم على الأقل كل واحد يعرف موقفه وكل واحد يعرف تصويته، وهذا أمر هو مسؤول عنه أمام الله قبل يكون أمام المواطنين اللي بيكشف يعني تصويته أمامهم. نعم، وإذاك أعتقد أن تقدير حتى هذا الأمر أخي الفاضل للمجلس، يعني أن المجلس هو بالأخير اللي راح يبت فيه عندما يعرض، وهو اللي راح يتخذ قراره فيه. بس أنت ما تشوف فيه إشكال يعني أنه يكون في علني علي تصويت لرئاسة المجلس؟ ما أعتقد أنه فيه إشكال، أنا ما أظن أن التصويت العلني على هو مو بس الرئيس، على مكتب المجلس، على مكتب المجلس، نعم، ما أعتقد أنه فيه لو إشكال. لو كنت في نائب في المجلس صوت بالموافقة عليه؟ أنا صوت بالموافقة عليه، ليش؟ أنا مريت فيه مثل هالمراحل هذه، يأتيك مثلا نائب يطلبك أنك تصوت له في، مع أن التصويت سري، نعم، يطلبك انك تصوت له في لجنه او في مكان معين وتعتذر منه، تقول له والله اسمح لي انا ارتبطت خلاص ما اقدر اصوت لك، او انه ياتيك شخص حتى في موضوع الرئاسه او غيره تقول والله اسمح لي انا الحقيقه يعني قناعتي اني اصوت لفلان، ما فيها شيء ابو حسين، هذا بالعكس هذا من صميم الديمقراطيه ومن صميم العمل البرلماني ومن صميم ان الانسان يكون شفاف وواضح، ويمكن ان تنصح انت البعض انك يا اخي والله انا نصيحه لك انك لا تتقدم لهذا المنصب. وكان الله يرحمه الشيخ صباح في مرحلة من المراحل في انتخابات يعني الرئاسة تقدم واحد من الأخوة يرشح للرئاسة، فانصحك قال له أنا أنصحك أنك ما تقدم للرئاسة، لا تقدم لهذا يعني المنصب.
فاليوم طال عمرك يعني صحيح انه قد يقع فيها احراج وقد يقع فيها نوع من يعني خلينا نقول النفره بسبب هذا التصويت العلني، لكنها مؤقته وتزول مقابل ان المواطنين على الاقل يثقون بنوابهم، يشوفون تصويتهم، ولا يكون هناك نوع من اللي قاعدين نشوفه اليوم ان النائب بعطي فلان ويمكن 50-60-50 نائب يتجهوا اتجاه معين. نعم. ثم بعد ذلك تظهر المفاجأة بأن لا التصويتات راحت لشخص آخر. فهذا يحل إشكالية يعني المصداقية. أنا أعتقد نعم المصداقية اليوم مطلوبة، وأعتقد العمل البرلماني اليوم صراحة يحتاج إلى أن يكون المواطن أكثر ثقة فيه. ومن مواطن كسب الثقة البرلمانية عند المواطن هو مثل هذا الأمر، تعديل المادة 35، لكن هذا على كل حال اجتهاد شخصي. نعم. وليس يعني أتكلم نيابة عن أحد. إنزين. أيضا بيروحون على تعديل الأحد الداخلية بصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، التعديل هذا جيد ولا لا؟ لا هذا مو جيد. ليش؟ بسبب أن كل القوانين التي تقر في مجلس الأمة نتكلم عن القوانين التنموية خاصة راح تنفذها الحكومة، يعني السلطة التنفيذية ستنقل لها هذه القوانين من أجل تنفيذها، فكيف يقر قانون في غياب السلطة التنفيذية كاملة؟ يعني عادة السلطة التنفيذية حتى لو بوزير واحد يحضر يكون الانعقاد صحيح، لكن عدم حضور الحكومة تماما عن الجلسات أعتقد بأن هذا ليس في صالح حياتنا البرلمانية. ما هو جيد؟ لا أنا ما أعتقد أنه جيد. ليش؟ ما يمنع الحكومة لما مثلا تدفع الجلسة مثل ما حدث في الجلسة الأخيرة أن الحكومة تنسحب، فبالتالي حل إشكالية إذا تنسحب الحكومة المجلس يكمل جدول أعماله. مو طال عمرك حتى لو كمل جدول أعماله ثم بعد ذلك أقر قوانين وذهبت إلى الحكومة والحكومة لم تحضر ولم تناقش هذه القوانين، كيف لها بأن تستقبل هذه القوانين وتطبقها؟ يعني هذا السؤال جوهري، بأن الحكومة هي السلطة التنفيذية والدستور الكويتي قام على إشراك الحكومة في المجلس. نعم. سواء حضرت أو لم تحضر. هذا يعني الإشراك له مغزى، بأن مجلس الأمة يحتوي على السلطة التشريعية والوزراء هم ضمن السلطة التشريعية هذه، لكن بنفس الوقت هم سلطة تنفيذية تنفذ ما يقر المجلس من قوانين وما يقر من يعني اقتراحات وغير ذلك من الأمور. فأنت مو مريد أن تصور بأن الحكومة التي لا تحضر مجلس الأمة ولا تشارك في المناقشة ولا تشارك في إقرار هذه القوانين بأنها سوف يعني تكون قادرة أو متقبلة لتنفيذ هذه القوانين. إنزين بعاصم، موضوع آخر، المجلس أقر في مداولة أولى قانون إنشاء شركات المدن الإسكانية، هذا القانون تشوفه حل واقعي وحل شافي لقضية قوائم الانتظار اليوم على الطلبات الإسكانية ولا لا؟ ولا كما يقول بعض الناس ما راح يسوي شيء. أنا أعتقد أن يعني يمكن تجربتنا السابقة علمتنا بأن يعني مثل هالقوانين قررت وكان موجود أن للمؤسسة أنها تنشئ شركات. الآن هذا القانون على الأقل يلزمها بأنها تتعاون مع القطاع الخاص ويكون أيضا المواطن جزء ضمن الشركة المساهمة التي سوف تنشئ. أعتقد والله العالم بحسين حتى لو حل جزء من المشكلة لن يحل أصل مشكلة. أنت اليوم عندك طال عمرك ثلاث أشياء مطلوبة للمدن الإسكانية: مطلوب الأرض اللي ممكن توفر الحكومة، مطلوب البنية التحتية بما فيها الطاقة الكهرباء، مطلوب أيضا تمويل بناء هذه المدن الإسكانية. وإذا بنيت بهذه خلينا القواعد أو المحاور الثلاثة كم كلفتها بتكون ذاك الوقت على المواطن؟ ويمكن المواطن يتقبل بأن يشتري منزل 70-80 ألف 100 ألف غير اللي يجده بالسوق الآن، ويكون هو مراقب ومشرف ويكون هو مساهم أيضا، قد يعني تساهم في حل جزء. لكن المشكلة أبو حسين الأكبر هو قضية الاتجار في السكن الخاص اليوم والمضاربة فيه، ولذلك ما لن تحد هذه القضية ويعني كسر احتكار تغل يد التاجر عن السكن الخاص سوف تستمر المشكلة. حتى لو بنيت مدن إسكانية تجد بكرة قضية الاستحواذ وقضية المضاربة فيها وقضية أيضا استملاكها من قبل من يعني يمكن يستملكها ما يستحق أولا ثم بعد ذلك تباع كما هو الحال في كثير من المناطق. فأنا أعتقد اليوم أبو حسين أفضل حل هو أن تقصر ملكية السكن الخاص بعدد محدود على الأفراد. يعني المواطن الكويتي اليوم ما يخالف خلي يتملك بيت بيتين ثلاثة لكن ليس أكثر.
تحديد عدد بالضبط، وإذا يبي يتملك أكثر خلي يروح الاستثماري والتجاري عليه بالعافية، خلي يتاجر ويضارب ويوظف أمواله في الاستثماري وفي التجاري ويبعد عن السكن الخاص. أما مواطن يمتلك 100 وبعضهم يمتلك 100 عقار، بعض العقارات يعني الهيئة العامة للمعلومات المدنية اليوم مركز الإحصاء نعم. إن 7000 وحدة سكنية فاضية اليوم، 7000 وحدة سكنية موجودة على الأرض الواقع وهي فاضية غير مستقلة نعم. هذا من اللي يملكها تاجر لا يحتاج لها، أو شخص مثل ما تقول ما يريد أن يستغلها كسكن وغير ذلك. فنعتقد الاقتراح الصحيح بأن تحد ملكية الأفراد في السكن الخاص حدة بعدد معين، وبعد ذلك ستجد الأسعار ترجع إلى طبيعتها، والتاجر يروح إلى الاستثمار يروح إلى التجاري عليه بالعافية، ما في مشكلة. إحنا ما إحنا يعني دولة شيوعية دولة رأسمالية، خل يعني يروح حق لكن يجب صحيح. تكون في قوانين تحد من المضاربه في السكن الخاص. بالضبط بالضبط خل كريم. فعشان كذي القانون ما راح يحل وايد اشكاليه. انا اعتقد القانون لان طال عمرك القانون يعني كل مرئياته طرحت سابقا، وكل يمكن حتى قضيه رفع الرقابه المسبقه رفع الرقابه المسبقه لديوان المحاسبه عن الهيئه العامه للسكان، هذا عمل في ايام الاخ ياسر أبو لما كان وزير الإسكان أبو حسن الله يذكره بالخير، طلب هذا الأمر على أساس تعجيل وتجدد، وأعتقد انتهى قبل فترة يعني. بالضبط نعم. فبالتالي حتى يعني ما وضعوه الأخوة مجتهدين يمكن يحل جزء من المشكلة، لكن اليوم طال عمرك أنت توزع 100 ويدش لك 1000 من الطلبات، توزع 1000 يدش لك 5000، فهذا الأمر لا ينفع معه إلا أنك أنت يعني تحد من ملكيات المالكين نعم. المواطنين للسكن الخاص. بعاصم بعجالة وقت انتهى، لكن أكو سؤال يعني كونك وزير أشغال سابق، وأنا سألتك هني في 2018 نعم. وقلت لك مشكلة تطاير الحصى، أنت وقتها أجبت قلت لي عندنا مشكلتين، عندنا إحنا أول شيء عندنا خلطة وكان جديدة وقعدنا نجربها الآن، وكان عندنا مشكلة أن الداخلية كان لازم تسكر الشارع لمدة محددة مثلاً صحيح. حتى لما أساساً يتم التماسك يعني. أي نعم. من 2018 إلى إحنا 2023 لليوم عندنا مشكلة تطاير الحصى، ليش؟ وين الخلل بهالحالة؟ طويل العمر بالنسبة حق الخلطة، أنا بس أبي الأخوة المواطنين يعني اللي يكون له طريق على مثلا طريق 6.5 اللي تم إنشاءه، والتحويلات أيضا حول الدائرة الخامس نعم. التحويلات الجديدة هذه لأنها أخذت فرصتها من التماسك كخلطات وكرصف ما فيها شيء تطاير إلى الآن، مستقرة ومن أفضل الشوارع الحقيقة نعم. التطاير قاعد يحصل فيما تم ترميمه وتم وللأسف استعجاله، وأنا لازلت مصر على هذه النقطة بأن التعاون بين الجهات الحكومية لم يكن بالدرجة الكافية، بحيث أن لا يعطى الرصف والخلطة راحة من التماسك على الأقل 12 ساعة، فكان يفتح الشارع وللأسف مثل هالخلطة هذه لا تتماسك. طبعا احنا كنا قبل هالفتره نعم كانت الخلطه سيئه نعم. الحصى كان في شوائب كثيره، البيوتامين اللي كان يورد ما كان جيد، الخلطه يعني ترصف في هذا كله مقر في لجان التحقيق، ليس في كلامي نعم. لجان التحقيق اخره في المجلس قبل الماضي نعم. شكلت لجان التحقيق ومقر هذا فيها كاملا المشاكل اللي عانت منها الخلطه نعم. لكن اليوم كل هالمشاكل هذه اللي متعلقه بالخلطه تم تلافيها. وين المشكله؟ المشكلة طال عمرك في إعطاء وقت كافي للرصف، وهذا كان في فرصة ذهبية أيام كورونا، وأذكر حتى كان في توجيه من القيادة السياسية أنه يتم الاستعجال نعم أنه يتم الاستعجال لأن كانت الشوارع فاضية وكان كذا، بعضها عولج معالجة جيدة وما فيها علي أي مشكلة، وبعضها للأسف ما حاش الدور. إذن ما عندنا مشكلة في الخلطة، عندنا مشكلة في أنه بعد ما يتم يعني تعبيد الشارع أنه يتم عطاء بالضبط وقت. بالضبط نعم، هذا الكلام صحيح. مشكور بعاصم حبيبي، جزاك الله خير، ومشكور لحضرتك على هذه الاستضافه. بعاصم ان شاء الله نلتقي في لقاءات اخرى باذن الله. مشاهدينا الكرام، شكرا. وصلنا لختام الحلقه، مع السلامه.